السلام عليكم بنات. اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا واحد الوصفه، واحد الوصفه رائعه وزوينه ولذيذه بزاف بالبيض ديال الحوت. هذه الوصفه غادي نوجدوها عشاء ولا غدا، سريع وخفيف ظريف. كنحتاجوا القزبر مقطع، كنحتاجوا الثومه محكوكه، كنحتاجوا واحد بصيله صغيره محكوكه، واحد الربيع ديال المطيشه مقطع رقيق، كنحتاجو ليمونه معصره، العصير ديال الليمون ولوزيست ديالها، لوزيست ديال الحامضه غير شويه ماشي بزاف باش ما تجيناش المره. وغنحتاجو العصير قلنا ديال نص حامضة لهاد الشكل، وعندنا البيض ديال الحوت غادي نقطعوه على هاد الشكل، أكلة خفيفة ظريفة لهاد الشكل كيجي رائع. كنديرو شويه د الزيت في المقله يسخن، كنقطعو على هذا الشكل صافي، وكنزيدوه كنعملو الملحه شويه د الملحه، كنعملو الكمون واحد معلقه شوية كبيرة ديال الكمون، كنعملو شوية ديال البزار، البزار مكنكتروش، كنهرسو البيضات ثلاثة ديال البيضات، أومليط بالبيض ديال الحوت رائع وزوين ولذيذ. كنخلطو كما كيقولو كيقول واحد كنتبعو بزاف واحد السيد واحد التطواني كيقول خليطي جليطي، هي هادي دابا خليطي جليطي. حنا خلطنا ودرنا الزيت يسخن وغنقليوه، نقليو هاد الاومليط. كنديرو الزيت سخون، هاي شويه ديال الزيت ماشي بزاف، قلنا كنخلطو داك الاومليط مزيان، كنشوفوه سخن صافي. نقص البوطة بعد ما سخن الزيت، كنخلي كنقصو البوطة كنغطيوها كي بحال هاد الشكل، هانتوما كيجي على هاد الشكل، كيجي اومليط كيجي واعر كيجي بنين الصراحه، غزال غزال. هاد البيض ديال الحوت بهالطريقه هادي كيجي شحال نقول لكم، جربوه وردوا عليا. كنحطوه على هالطريقه كيجي واعر واعر واعر، كيشهي الروعة. الصراحة أومليط أومليط واعر واعر واعر. كنزيدوه الحامض على هاد الشكل، وكنقدموه تاكلوه بالصحة والراحة. جربوا هاد الطريقة راه غزالة 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 فنة. نتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم، ديروا لي لايك واشتراك، تخليوا لي تعليق محفز، وشكرا. إلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله.